اجتمع ترامب مع وزير خارجيته ومستشار الأمن القومي بشأن الاتفاق النووي. عقب الاجتماع قال ترامب: لا يجب أن يشكك أحد في كلامي. وأعلن شروطه لإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوماً، وإلا ستنسحب الولايات المتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي. الشروط هي السماح بالتفتيش الفوري لكل مواقع إيران التي طلبها المفتشون الدوليون. البنود التي تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي يجب أن تكون دائمة. فرض عقوبات صارمة في حالة إجراء طهران اختبارات صواريخ. الكونغرس الأمريكي سوف يعدل القانون الخاص بمراجعة المشاركة في الاتفاق ليتضمن بنودا تسمح بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاكها.